السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع ركت ليك. قبل ما ابدا المقطع شكرا 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 على الدعم في المقطع اللي راح، اقسم بالله دعم رهيب جدا. وثاني شيء نسيت اقول لكم، ترى لعبه ركت ليك صارت مجانيه على الاكس بوكس، على البي سي، على البلاي ستيشن، فاي واحد يقدر يجربها جربوها صدقوني بتعجبكم. اللي بيشتري من البي سي الرابط تحت في الوصف، يدخل الرابط لانه راح يفيدني اذا دخل الرابط ماديا. ولا تنسوا كود شوب سواء بلاي ستيشن اكس بوكس بي سي في اس ال، ثلاث حروف جدا سهل. الله يسعدكم جميعا اللي تشترون اي شيء داخل اللعبه، شكرا لكم جميعا والله يسعدكم. بإذن الله مقطع اليوم راح يعجبكم، لا تقصروا بهذا المقطع في الدعم، ما قصرت في المقطع اللي راح، فادعموا كذا نفس المقطع اللي راح أو أكثر زي ما تقدرون، فيعطيكم العافية، خليكم على المقطع. شفت تورت؟ أنا بعطيك الكورة الحين، رجعها. الله! لا ما معك بوست. وين وجه حبيبي؟ وين وجه؟ تيون. جهز نفسك يا خالي لان اليوم جوي عالي. ايوه ثانك يو سو ماتش. سلم سلم. شوف شوف الحركه اللي بتصير الحين. خلينا نشوف حركه. والله قول فعلا لابو سامه. ما عليك ما عليك الجيب هذا. ايش قاعد سلم جي جي. شخص استنقصني ذا السامة مشكلة. والله قوة سلوم. اطلع 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 طالع طالع. والله اسست من ذهب. عاد كسر ظهري بس زين اللي ماسكها والله يرفع. حلو 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 حلو. بيطق بيطق عندي. ايوه بس ايزي. الله يعطيك العافية. قلت لك قلت لك يجي العيد. يعطيك العافية. يوم شفت باتمان. هذا مو بيساعد فريق، يساعد الناس. يلا تايم تو. ايوه. شوم ذا صامل. يا كذب. يمين بالله كورهم كذب. ما ادري شلون تدخل. انا اسف. سامة زقت معه. شوم ما تمشي انت. كيف فزنا جيم احنا؟ عندي. والله بتضيع فاهم الحال. لا عندي هي برا اصلا بس ما ادري كيف جابها. لا لا هي جول. جت خفيفة. اوكي صقعت. صدقني ما يفوزون يا بسامة. لمسة ثانية بس. الله يقطعهم مضيقة. ثاني ثاني امسك. شيت وات صار. هو لو ما جابها بجيبها انا هين بس. اوكي هو توقع الفيل. اقوى اقوى سلم اقوى. ما ما ابي انقو يا عمري. بس هم قولك عندك عندك تخيل صدها. ما تخرب علي يا برو. جي جي يا عمري يا برو. يا عمري يا برو. شكرا برو على النكبة. سندك ها؟ ما في شيء اسمه نكبة. اصلا غلط على طول. الله عليك. ويجي لا على طول. يختبر قدرات. يو اوف. لا يا شيخ. كيف الجرة؟ في احترام. ها جه الثانية. يا ساتر. سلم لمسه. كمل كمل الروح عندك. ما عليك روح. لا ما عليك. دونت وي دونت وي. هذا بيعطيني اياه الحين. اوكي شو بسوي يا عمري؟ دفن الله يهديك. ايوه اديله اديله الثانية. ما معي بوس. مو مصادة. اوه نايس شوت. ايزي ايزي باي حبيب. يوه عندي جول. تخيل لا توفر لا طاير. اوكي
يو لو جت يو عندك منك هذا الحين بيعطيني باس ما في بوست مش فوطه كلها ما في بوست بحاول نقش يو يا بصومة حرام ما تجي دي يب اي ما ادري ايزي جول يب يا اخي عندي لاق اقسم بالله ينرفز رب نستعميه انا بقولك الله عليك نقش يا عمري بصومة يا اخي شكرا حبيب مشله بس يبي يصد بس ما يقدر فيك ها يوك اوه بيتوقع لما يفيك ف ما راح حط البوست يب يا اسطورتي كف شكرا ناس قراءة كيف تسوي ذا اللي عندك؟ اخ بس خش عليه والله يرفزته يرفز لي مرة ثانية والله القمر والله جيجي والله جيجي داخل يوروب يب ليش انت تدخل مدريست؟ ما عندي شيء اسمه يوروب مدريست اجلد ولا ابالي ما عندي لاق اجلد توي تدور لعب ايش فيك يا ابوي؟ يا جماعة هم ما يلعب كذا شوف بينجا كم شباب السي سي تكفون ما نبغى فلوس اعلان تكفون مدوا الالياف عندي احساس انه بتلقلق مع الفيك الحمد لله اول مرة ما لقلق مع فيك قلت باس برو والله يا ابو سوم يا اخي من اول يا اخي حبيبي والله قلت باس حبيبي روح لا 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 اوكي جي يو الله عليك يو بس ما عاد ابغى اصور خلاص يا جماعه والله ما يلعب زي كذا والله ما يلعب زي كذا والله تحمست اشوف لاعبين وش ذا وسا بيطلع صدقني بيطلع وش ذا يا ساتر يا ساتر يا القوة والله يا ساتر يا جماعة والله مو بلعبنا زي كذا بس ما ادري المهم انه الحمد لله الحمد لله كمل ايوه الله يعطيك العافية بس حتى ما اعطيك فرصة عشان ما تجيب العيد ترى في البوس والله ما سمعت والله من ذهب ومن فضة ومن ألماس وجيجي غصبا عنك تطلع